السلام عليكم متابعين قناة مريحانة. اليوم جبتكم الجدال ديال بوعوي كما كتشوفوا. شوف تبارك الله الخير. شوف هذا راه دايرين الجنان دايرينو الهولنديين عيب بوعوي تبارك الله بالحق. ما نعرفش خلينا ما كنحيدوش هانتوما كتشوفوا عيب طايح في الارض تبارك الله. كنضحكوا شويه هذا الجنان ديالي يا ريت انا العرب ما نخليوش بحال هذا. شوف هما ما مديناها في كاع ما شاء الله. شوف 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 تبارك الله. شوف 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 تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. يا والله ما شاء الله ما شاء الله شي كيحمق صراحة الله. شوف شوف انا حمقني شوف دين هاش فيه خلينا هيك يطيح تبارك الله. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله عرفتي ما شاء الله. صافي انتما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ديروا لي لايك ابوني فضلا وليس امرا تبارك الله. نعم كاي ما شاء الله. شوف 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 تبارك الله. شوف خير شوف ها شوف تبارك الله. شي شجرات بوعويد أكثر من الوراق ما شاء الله. شوف المهم جنان جنان كامل ما عرفتش 30 ولا 40 شجرة تبارك الله. شوف 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 الخير شوف 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 تبارك الله تبارك الله. الصلاة على النبي والله ما شاء الله. تجي تجني معنا بعويدة تبارك الله ما شاء الله. شوف 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 هذا الشيء هذا ما يخليكش تسمح في امستردام وتجي تسكن دوزنا ديال امستردام. انا بصراحه والله بصراحه بصراحه بيني وبينكم والله ما ندمت حيتاش خرج من امستردام. عرفتي واحد الطبيعه ما نقول لكمش عليها واحد الجو وكتحس بالراحه الحمد لله. وكتشوف هذا الشيء هذا راه تبارك الله الخير والله صراحه. امستردام ما كان عندك ما تشوف شنو غير الزحام ولا هذا والغواد دابا الناس. المهم 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 هنا انا بصراحه احسن 100,000 مره عجبني الحال ما نكذبش عليكم الصراحه شي حاجه اللي ما شاء الله. واخا امستردام تستاهل تبقى ولكن الطبيعه ما كاين ما احسن. حتى واحد ما خرج عندي الدار مالي الدار كاع ما كاين ندبو كاع ما كاين حتى واحد. واش غنقول لكم اخوتي خواتاتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وابوني وخليكم على خير. وانا غادي نحيد شي وحدين اللي نديهم معايا واخا ما بان لي حتى واحد هنا حقا واخا شي وحده ولا جوج ندوقوها تبارك الله. روحي راه ما تقدرش تشوفو ما تشوف تبارك الله. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما نعرفش انا شو عاود لي شو 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 نديكم حتى وعند واحد انا هنا كتبان لي. شوف تبارك الله كتبان لي ما عرفت شنو هذيك اش كيقولوا لها بالعربيه اللهم هنايا ولكن بالعربيه ما عرفتش كيقولوا لها راه هي عندها. شوف الا كتبان لي فهم ما عرفتش كيقولوا لها ما عرفتش بالعربيه تبارك الله. شوف 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 اشتبنت لكم ان شاء الله. شوف 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 الدنيا غزالة. شوف شوف هذا
الحمار الوحشي لا ايوا نعرف بيني وبينكم راه شو السميه ديال الحوار الزبرة بالحق حق ما نعرفش كيقولوا لي بالله العربيه شوف شوف على طاري شوف والنقع شوف شوف الدار كي كتشعل ان شاء الله ما تقول ما كاين حد كاع ما كاين حتى شي واحد على طاري ان شاء الله يالله تهلاو بالسلامة عليكم بقاو على خير لايك ابوني الى عجبكم الفيديو وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله يا ربي بقاو على خير بالسلامة عليكم الله يعاونكم شوف انتي راه عجبها جات لعند هاديك الحمير ديال هولندا شو كيداير شوف 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 رايحة انا مويا ها بالحق باش نقول لكم راه سولتو وخرج واحد راه هو سولتو قلت لي واش مسموح نحيد البعوده قال لي مسموح اي حيد راه ولا كيبان لكم راه شتي ها رايح انا مع شوف 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 الحمير ديال هولندا هذا هذا عافيه ياكل ويشرب وصافي وينعس هذا ما كيهز لا طحال لا حتى شي حاجه عندي حيدات بعوده ها شوف كي داير بعوده الفيديو كنعاود نصور الصراحه المنظر اللي عجبني الصراحه الله